نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ هو انا بنام؟ لا. اجري هتجيب العربيه. هوا. ايه الحيوان ده؟ ده حيوان. هو انا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران. بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا. وتلا. الحمد لله على السلامة. نورتي الحارة. كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا. أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني ادخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. بس الحارة وحشتني قوي، فقلت أبص عليها. آه يا تتوحش، تتبص عليها. طب أنت مش عايزة حاجة؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا. باي باي. بالعربية يا حيوان. أنا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونمسي. أنا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونمسي. عبدو باشا انا بسال نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مرتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيألي عداني العيد. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهرده بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحه كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. امال انا جاي ليه يا سعاده الباشا؟ انا جاي علشان اسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهرده وبعد كده اقول لك مفاتيحه. والله يا أبلة ولا ليكي عليا حلفين، على قد ما أنا فرحانة لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما أنا مقهورة لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رأيك. نجمتنا عاملة إيه؟ مالت غريبة، إيه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلل. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الألمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الأولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا.
خدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. أكيد طبعاً مجيتك لحد هنا مش ببلاش. أنا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا أخويا وهات من الآخر. طبخة مستوية ومستنية الأكال. دكتور الهردة. هردة ايه يا أبو هردة؟ ماليش فيه. أنا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه، احنا مجرد اسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في المية. مهمتنا القومية انه بقاله في حاجات تانية كتير، والمية ما بقتش تجيب همها. انت شايفة مصاريف المحل عاملة ازاي، والسياحة اتضربت على الاخر يا نجمة. بقولك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانا قبل ما تقولي اي حاجة تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمة. ايوه بس انت عارف، انت رومانا ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهردة ده يتمنى نظرة من عينيكي. وبعدين انا مش بقولك اعملي معاه حاجة وحشة لا سامح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجة ياخدها من المنيو، سيجارة حباية، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشوية قهوة يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشة الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتي انا. خدي دي ابقى اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي، ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبولك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قول لي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. انا هنهزر؟ انا عقبال املتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بهويتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ هنا يا فندينا. هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا 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 انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه.
بس اوعى تحكها زي عوايدك، ما انا عارفك غبي حك، يتوب عليك ربنا. خد ياض. النهار ازرق. وانا شاطرة؟ نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟ بتعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطة دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالى شاطرة. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكريني يا ابلة. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط تخافوا عزيزه عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا، والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع. قوم يا سونيا. المحترم مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطه. عودة يا سونيا، عودة يا حبيبتي. ماله زي بيتك؟ محترم. أمال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. إيه بجاشي ده؟ ده أنت بقيت ولا نجوم السيما. كل صورة بوضع. أهو كله أكل عيش يا فندينا. وأنت السادق كله شمال. أكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمة. قصاد خدمة. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعة ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعة اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال. اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها وجه الخال وقش. ماشي. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا. سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا يا فندينا. قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي. العمروتي. مالك يا بيت؟ بتخشبك يا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك على بقلي وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي، كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك والنار. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قوم الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت، انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه.
يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه ولا الحكومه قدي. ويقدر على القدره اللي ربنا. لا ما بت يا بنت ما تخافيش ما تخافيش، انا لو عاوزه تويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جر. يا معلم انا انت بس طيب. طيبه انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكم ضحكة ميصة وكم نظرة رضا. بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجة ولا أي حاجة، اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت أنا اللي كنت بشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي أنا عايز أوصله، وبصراحة أنت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده أنت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة. عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هات بقى ودي يا معلم. هتجوزك.